السلام عليكم. الشوربة حاجة جميلة جدا جدا جدا، كلنا بنحبها قوي. في الشتاء بنحب نشرب شوربة، حتى ممكن بالليل كده لحد بدل ما يتعشى بيشرب شوية شوربة، تبقى حاجة لطيفة، عشوة خفيفة يعني. أنا بحب بقى دايما الشوربات الغير تقليدية، يعني طبعا بحب الشوربة التقليدية، شوربة العدس وشوربة لسان العصفور وكده، بس بحب أجرب أعمل الشوربات الغير تقليدية. الكرفس أنا بحبه جدا، دايما كنت بشربه في شوربة الخضار. لحد ما من حوالي 3 سنين كده كنت في فرنسا وببص في المينيو، لقيت شوربة سيلري أو اللي هو الكرفس. أنا الفرنساوي بتاعي الحقيقة مش حلو خالص يعني، فندهت الويتر وقلت له هو ده اللي هو السيلري اللي هو الكرفس يعني، فراح جاب لي كرفساية من المطبخ ووريها لي، قال لي هو ده، قلت له اه بالظبط هو ده اللي أنا عارفه. طب هو في ده بيتعمل شوربة لوحده يعني ولا بيتحط في شوربة الخضار؟ قال لي لا بيتعمل شوربة. عملوا لي الشوربة، عجبتني جدا جدا. سألت كده كام سؤال، وبعدين بعد ما رجعت مصر هنا ابتديت اعمل التجارب بتاعتي عليها، لحد ما في الاخر طلعت شوربة كرفس لطيفة جدا بالكريمة. هنعملها مع بعض النهاردة ويا رب تعجبكم ان شاء الله. اول مكون عندنا الكرفس، دي السيقان بتاعت الكرفس او العيدان بتاعته. تمام. الكرفس يا جماعة من النباتات اللي بتتميز ان فيها بوتاسيوم ومغنيسيوم كتير وحديد، وهو بيبقى فيه الياف، الالياف دي بتساعدنا دايما على الاحساس بالشبع، عشان كده بقول لك الوجبه بتاعت او الشوربه بتاعت الكرفس بتديني الاحساس بالشبع، ممكن استعملها از وجبه للعشاء مثلا. عندي بصلايه متقطعه صغير، عندي الورق بتاع الكرفس هستعمل منه شويه صغيرين في الشوربه، وهستعمل منه شويه صغيرين للجرنش في الاخر، وعندي ملح وفلفل للتتبيل. عندي حتة زبدة ومعاها شوية زيت، وعندي شوربة فراخ أو مرقة فراخ، وعندي ويبينج كريم أو كريمة الطهي أو بنسميها كريمة لبان. يلا بينا. أول حاجة بحط حتة الزبدة، بحط معاها شوية الزيت علشان الزبدة ما تتحرقش. بنزل عليها بالبصلة، مش عايز البصل ولا الكرفس ياخد لون يا جماعة، مش عايزه يبقى بني. بلحق بسرعة أقلبه، بوطي النار شوية وابتدي أنزل بالكرفس اللي هو العيدان أو السيقان. بيتقلب في الزبدة مع البصلة اللي متقطعة، وبعدين بنحط له الملح والفلفل، كرفس اللي احنا مستعملينه كرفس فرنساوي مش كرفس بلدي، كرفس البلدي السقام بتاعته ما بتبقاش تخينة كده، ممكن طبعا بيستعمل وبيدي الطعم وكل حاجة، بس السيقان بتاعته ما بتبقاش تخينة كده، فهنستعمل كمية أكبر من السيقان. بياخدوا التقليبة بتاعتهم أو بياخدوا التشويحة بتاعتهم، البصل والكرفس في الزبدة اللي عليها شوية زيت عشان ما تتحرقش. بضيف شوية صغيرين قوي من الورق علشان اللون اكتر منها علشان اي حاجة تانية، ان انا خدت سيقان الكرفس خلاص بتدي الطعم، انما استعملت الورق، ممكن كمان نزود شوية علشان اللون يطلع ايه، اخضر بيستاش جميل كده، ان شاء الله هيعجبكم. عندي شوربة فراخ هضيفها عليهم، سيبنا الشوربة مع الكرفس والبصل غليت شوية، نفتح عليها وبنطفي عليها النار أو بنوطيها خالص. هنضرب الخليط بالهاند ميكسر. تمام. ولازم نتأكد إنه اتضرب كويس قوي، لو ما ضربناهوش كويس
زي ما قلت لكم الكرفس فيه الياف، فممكن يطلع في بقنا فتل كده واحنا بنشرب الشوربه ولا حاجه، تبقى ملمسها مش لطيف. هي مش مضره ولا حاجه، بس طبعا ملمسها مش لطيف ان يطلع في بقي كده فتله رفيعه وانا بشرب. فلازم اتاكد ان الخليط اتضرب كله وتجانس مع بعضه بقى كله حاجه واحده. لو ما عندناش هاند ميكسر ممكن بننزل الخليط كله في الخلاط، نضربه ضربه جامده في الخلاط ونرجعه تاني ياخد اخر غلوه على النار. اخر مرحله يا جماعه بنضيف الكوكينج كريم، تاخد اخر غلوه مع الشوربه، وزي ما قلت لكم اللون البيستاج اللطيف، وهنعمل لها سيرفس. هنضيف شويه ورق من ورق الكرفس اللي كنا مقطعينه من الاول عشان جارنش ليها للتزويق، وبيبقى طعمه حلو برضو معاها واحنا بنشرب بالمعلقه الشوربه ومعاها ورق الكرفس. بالهنا والشفا وان شاء الله تعجبكم. دي كانت وصفه سهله وكلنا نقدر نعملها بالالف هنا وشفا، وتابعوني في الحلقات.